معاه فلوس وبيسأل بيقول اوديها فين وانا مش عارف استثمرها، نقول له ممكن تشتري بيها ذهب او عقار او تحطها في البوسطة وتكتب معلق وتكتب ان انا مش عاوز فوائد، او توديها بنك اسلامي وتراعي ان البنوك الاسلامية دلوقتي في نسبة ربا فيها لان الدولة اجبرتها من السنة اللي فاتت على وجود نسبة ربا. طيب لكن تحطها في بنك ربوي وتاخد فوائد عليها، الكلام ده حرام. حتى لو ما بتاخدش الفوائد حتى لو تتصدق بالفوائد، لان كونك موافق على دوت بقيت انت اكل ربا، واكل الربا محارب وملعون في الدنيا وفي القبر وفي الاخره. محارب وملعون في الدنيا في صحته وماله واولاده، ومحارب في القبر بينزل بحر دم، وفي الاخره بيقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لانه بيتصدم ان كل جنيه خده من الفوائد حتى لو تصدق بيه بس هو خده وهو وافق على كده اشد من ناكح امه واشد من 36 ثانية. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم.